السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. جمعة مباركة تدخل عليكم إن شاء الله باش ما تبنيتو. بغيت اليوم نشارك معاكم غدانا اللي غادي نتغداو به، ونقول لكم جمعة مباركة. وبغيت تسلم عليكم ماما هنية والدعاء معاكم. قالوا لي قال البارح البنات ملي كنت دايره اللايف قالوا لي قولي لماما هنية الدعاء معانا، ودابا غادي ندوز لكم ماما هنية باش تدعى معاكم. وما تديوش على الصداع اللي حدانا، راني جالسه في الكراج وحالة الكراج، مع تناكلو هنا في الكراج، تتعجبنا الجلسه هنا في الكراج. وها ماما هنية غادا تدوي معاكم وغادا تسلم عليكم وغادا تدعى معاكم، وتنتوما تدعاو معاها باش تشافى. واللي باقي ما تابوناش في القناه ديالي مرحبا بيه. وتنشكر الاخوان والاخوات على الدعم ديالهم لقناه ماما هنية، شكرا لهم بزاف وعلى التعاليق الزوينه. وبالنسبه للبنات الوصفات اللي طلبتوا مني، ولا الاخت اللي طلبات مني المروزيه، راه كاينه المروزيه راني دايرها في القناه ديالي، غير دخلي القناه ديالي وقلبي عليها غادا تلقاي اللحم بالبرقوق. والاخت اللي طلبات مني وصفه ديال التسمين، غدا نشارك معك اختي واحد الوصفه ديال التسمين طبيعيه زوينه، انا كنت نستعملها وانا غدا نرجع نستعملها معكم ان شاء الله، راني ضعافيت واحد شويه. وبالنسبه للبومزوي اختي، راني غدا نشوف لك شي وصفه اللي تليق لك البومزوي، حيت خاصك تداوي بومزوي هو الاول، عادة فاش ديري وصفه باش غلاضي. الله يجعل ربي يشافيك ويشافي الجميع. وتندعم مع الاخت ديالي اسماء يونس اللي بنت البلاد، ولات تدخل عندي ولات متتبعه ديالي. الله يسهل عليك اختي في الامر اللي هضرنا عليه في اللايف، الله يجعل ربي يسهل عليك ويعطيك ما تمنيتي، والله يسهل على الجميع. وتنشكر كاع المتتبعات ديالي الزوينين على التعاليق الزوينه اللي تيخليو ليا، تنشكركم بزاف. وبالنسبه للاخت اللي طلبات مني الوصفه ديال تقويه الشعر، غدا نشاركها معكم ان شاء الله باذن الله، غير تبرع ليا. وبالنسبه للاخت اللي طلبات مني قالت لي بقيت تقوي لينا ماما هنية الوصفات المغربيه، راه تيعجبوني الوصفات المغربيه، ان شاء الله نبقى ديما نشارك معكم غير الوصفات المغربيه ان شاء الله باذن الله. وغدا ندوز لكم ماما. وها ماما هنية البنات وخوتي وخواتاتي، ها هي غدا تدعى معاكم كيف ما بغيتو ماما هنية تدعى معاكم. قالت لي عند الدعم معاهم مباشره في شي فيديو لوحي، ولقيتها فرصه قلت لي يوم الجمعه نوريكم القصيريه اللي درنا غدانا، اللي درنا درت البلبوله بشويه ديال القديد والخضره، وهذا راني شاركتها معاكم ودعيت معاكم حتى انا. وها ماما هنية غدا تدعى معاكم، دعي معاهم امي وسلمي عليهم. السلام عليكم دين، لاباس عليكم دايرة وليداتي، لاباس عليكم، الله يرضى عليكم والله يعاونكم، الله يسهل عليكم ويعطيكم ما تتمناو، لاتوبوا لجميع المسلمين. وسلمي على البنات. السلام عليكم وليداتي، السلام عليكم. قول لهم جمعة مباركة. جمعة مباركة إن شاء الله الرحمن الرحيم علينا وعلى المسلمين. والبنات اللي داخلين في المسابقة تيقول لك قولي لماما هنية الدعاء معانا. بتعاونكم وسهل عليكم وتعطيكم وتمنيتو خواطركم. ودعي مع واحد الصديقة تا هي باغا تزوج، دعي معاها. والله يجيب لها اللي فيها خير. ودعي مع مرات جهاد راه هي في تونس وغادا تولد، دعي معاها باش يفك لها الله وحلتها. الله يجعل ربي عافاك وتربي وتوبي. الله يسهل عليك اختي مرات جهاد، الله يسهل عليك والله يفك وحلتك اختي على خير في هذا النهار ديال الجمعه، والله يفرحك والله يفرحك، الله يسهل عليك انت وبنت خالتي، بنت خالتي عزيزه عليا، الله يسهل عليها حتى هي، والله يجعل ربي يفك الوحله ديالكم على خير ان شاء الله باذن الله في هذا النهار ديال الجمعه، والله يسهل على الجميع. واللي بغى شي حاجه الله يجعل ربي يعطيها ليه. وحنا جالسين في الكراج هنايا تنتغداو، المشيج ديالي ها هو حدايا فين تغدا وناعس، حنا تنجلسو غير هنا في الكراج، تيعجبنا الجلسة هنا في الكراج مع مضوي تيعجبنا، تنجلسو هنا. وشاركنا معاكم نهارنا اليوم طبيعي، ودعينا معاكم وبغينا نسلمو عليكم، بغينا نشاركو معاكم غدانا، وبغات ماما هنية تدعي معاكم. قلت ليها راه الاخوان راه تيقولوا لي قول ماما هنية تدعي معانا، وفي الليل معايا تتكون متكيه مع مريضه شويه، انتم شفتوا الحاله ديالها كي دايره، وقلنا نشاركو معاكم ونجمعو معاكم شويه. وشاركنا معاكم داكشي على الطبيعه ديالنا كيف ما عايشين حنايا وكيف ما تنجلسوا، ودائما تنشارك معاكم داكشي على الطبيعه ديالي، داكشي اللي تناكلو، داكشي اللي عايشين به، حنا غير ناس طبيعيين، ناس دراوش، يعني دائما غادي نديرو غير داكشي اللي عادي وشي حاجه اللي بسيطه
وتكون في متناول الجميع. وجمعة مباركة عليكم، الله يسهل على الجميع، الله يسر لكم الأمور. تنشكر المتتبعين ديالي، لأصحاب القنوات خوتي، الأصدقاء ديالي اللي عندهم قنوات، ولا المتتبعين اللي ولاو معايا ما عندهمش قنوات. تنشكركم بزاف، وتنشكركم على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم لقناة ماما هنية، وعلى التعاليق الزوينة اللي تتخليو ليا. وجمعة مباركة مرة أخرى، والله يسر لكم الأمور، الله يعطيكم ما تمنيتو يا رب. وإلى اللقاء، مع السلامة.